لا طبعا مش من حقه، لان الست زي الراجل بالظبط، بل في شغلانات كتير هو ما يقدرش يشتغلها هي تقدر تشتغلها. من حقه ان هو يقعدها عشان اسباب كتير قوي، يعني اهم حاجه البيت والاولاد. لا هو مش من حقه طبعا، ان الراجل اي راجل دلوقتي ملوش امان في الدنيا دي خالص. انا عامه بشتغل طول عمري، ان انا ما كنتش بتكل على الراجل، بتكل على ربنا. هما لو متفقين في فتره الخطوبه اوكي، لو ما فيش عدم اتفاق من الاول يبقى مش من حقه. مش من حقه يقعدها في البيت، لان الزوجه متساويه مع الرجل في كل شيء، يعني بس في التعليم وفي الحقوق والواجبات. هو مش من حقه عشان هي بتتعلم عشان تشتغل. لا طبعا مش من حقه يقعدها في البيت، لان الحياه دلوقتي عايزه المساعده، الحياه صعبه. من حقه لو كان هو قادر ان هو يكفيها في لبسها واكلها وشربها وكل حاجه ويوفر لها كل حاجه. لا طبعا، انا واحده بتعلم طول حياتي، مش بتعلم عشان اخد الشهاده واحطها تحت المخده وانام عليها، انا زيه لازم يبقى ليا كارير. لا هو مش من حقه اللي هو يقعدها في البيت، لان هي برضه زي ما هو ليه يعني طموح وكده هي كمان ليها يعني. ايوه اكيد الست ملهاش غير البيت، بعدين هي اخرها في المطبخ يعني.